السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وبعد ثورات الربيع العربي تغير الحال وتغيرت معه الكثير من الحسابات. ليبيا وثورة فبراير، هل باتت فعلا على أبواب التدخل العسكري أم هي التكهنات والتخمينات السياسية؟ هل ينوي الغرب فعلا تكرار تجاربه السابقة في العراق وأفغانستان في ليبيا؟ وهل بإمكان التدخل العسكري أن ينهي الاضطراب الحاصل في البلاد؟ أم أن التدخل سيعقد الأمور أكثر؟ التدخل العسكري في ليبيا، ما حقيقته وما جدواه؟ وسؤال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الناس، والذي نستضيف فيه الشيخ محمد البوسيفي عضو تجمع ميادين الثورة. ويسرنا أيضا أن نستقبل اتصالاتكم مشاهدين الأعزاء عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة، ولمن يستمع إلينا عبر الراديو الأرقام هي 021-334-74-01، أيضا 021-334-74-02، وكذلك 021-334-74-03، وعلى الرقم 021-334-74-04. ولكن الآن نخرج لهذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. تكاثرت في الآونة الأخيرة التقارير الأعلامية الغربية والتي تسبق عادة اتخاذ قرارات سياسية بتدخل عسكري خارجي، وذلك لإعداد الرأي العام لتقبل هذه القرارات التي غالبا ما تكون قرارات متهورة، حيث يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتعج فيه الصحافة الغربية من مواقع وصحف ومدونات محترفة عن سيناريوهات التدخل العسكري في ليبيا بتقارير ودراسات وتحليلات تصب في خانة واحدة، وهي الوضع في ليبيا صار خارج السيطرة ويجب التدخل. وحجج التدخل غالبا هي مكافحة الإرهاب، وبسبب سيطرة ما يسمى تنظيم الدولة على الآبار النفطية في البلد وتهديد التنظيم لمجموعة من الدول الحدودية أو القريبة من ليبيا. ليبيا حسب وصفهم تحولت إلى منبع التصدير الأساسي للمهاجرين غير القانونيين ولشبكات تهريب البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط إلى أوروبا، في زمن بات شعار الحرب على المهاجرين بأهمية شعار الحرب على الإرهاب بالنسبة لعواصم الغرب. تختلف التحليلات عند اعتبار أن كل ما ينشر في إطار التهويل من خطر الانفجار الشامل في ليبيا وأثره على النفط وضبط الهجرة وتهديد دول المغرب العربي المتعاونة مع أوروبا والولايات المتحدة ضد الإرهاب ليس بريئا من شبهة التمهيد لتدخل عسكري شامل أطلسي كان أو أمريكي مباشر بقرار من مجلس الأمن الدولي أو من دونه. الحديث عن التدخل اليوم بات أكثر من أي يوم مضى، فهل هو التكرار لكوارث وأخطاء سابقة ارتكبها الغرب في العراق وقبله أفغانستان، أم هي سياسة الضغط من بعيد والتلويح بالعصا لمن ثبت من شرفاء هذا الوطن أمام الجزرة؟ أهلا بكم من جديد. نرحب بضيفنا الشيخ محمد البوسيفي، وهو عضو تجمع ميادين الثورة. أهلا بك شيخ محمد، ونذكر السادة المشاهدين والمستمعين الأعزاء بأن عنوان حلقتنا لهذا اليوم التدخل العسكري في ليبيا، ما حقيقته؟ شيخ محمد، كثر الحديث هذه الأيام عن التدخل العسكري في ليبيا، هل تعتقد فعلا أن هناك نوايا لتدخل عسكري في ليبيا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة التناصح، قناة الكلمة الصادقة بعون الله سبحانه وتعالى والهدف الواضح الشفاف. تحية لأمهاتي وبناتي وأخواتي وزوجاتي الشهداء، تحية لمن يرابطون هذه الساعات على الثغور لحماية الأرض والعرض والدين
تحية لكل من يسمعنا. نعم حياك الله. ليس بعيدا، بارك الله فيكم، ليس بعيدا عن الغرب الذي قاد حروبا استعمارية في العالم كله، وفي أفريقيا وفي ليبيا في عام 1911، ليس غريبا عنهم أن نسمع أنهم يلوحون بالتدخل العسكري من إيطاليا أو من أي دولة أخرى. هذا كلام ليس جديد علينا، ولكنهم يعلمون أنهم الدروس التي تلقوها في أفغانستان وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال سيجدون في ليبيا ما هو أشد منها مئات المرات. نحن لا نقول للعالم لا تتدخل، نقول له نحن أصابعنا على الزناد وأعيننا ترمق المياه والأجواء، نحن على استعداد أن ندافع على ديننا وعرضنا وأرضنا. نحن لم نصل إلى العالم بسوء. كل هذه المؤامرات التي يتعرض لها أو تتعرض لها بلادنا هي نتاج عن الخريطة الاستعمارية الجديدة، أو سيسبيكو الجديد، أو الشرق الأوسط الجديد الذي يريدون أن يغيروا به خريطة العالم، أو ديموغرافيا العالم، أو جغرافيا العالم. نحن نقول لهم إنكم خاطئون في حساباتكم إذا دخلتم ليبيا عبر الخيار العسكري. ثم أننا ليس بيننا وبينكم نزاع، نحن لا يوجد نزاع بيننا وبين إيطاليا ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا أسبانيا ولا غيرها من دول العالم. لماذا؟ ولكن يا شيخ محمد، السطوة. نعم شيخ محمد، هناك من يقول أن الليبيين فشلوا في حل مشكلاتهم، وأنه بات ضروري التدخل العسكري لحل هذا الإشكال الذي فشل الليبيون في حله، وهو بينهم، يعني بين الإخوة. نعم يا سيدي، نحن نقول للذي يقول أننا فشلنا، نقول لهم أنتم لستم أوصياء علينا، نحن لسنا قصر حتى تبحثون لنا عن مخرج. نحن لم نأتي إليكم في عصبة الأمم ونطالب منكم التدخل أو حتى الحوار الكاذب هذا الذي قاده ليون والذي خلفه من بعده كوبلر، هذا الحوار الفاشل، الحوار الاستعماري، الحوار الإملائي، هذا كان نتاج الخريطة الجديدة للتدخل في ليبيا، خريطة الاستعمار الجديد. نحن لم نطلب منهم ذلك يا سيدي، هم الذين جاءوا عندما استخدموا الثورة المضادة في ليبيا ليعيدوا صناعة عميل جديد يترأس ليبيا، ولم يستطيعوا لأننا خرجنا عليهم بقانون العزل السياسي، فأقصينا كل عملائهم القدامى، وخرجنا عليهم بفجر ليبيا، فأفسدنا كل مخططاتهم، بدليل أنهم هاجروا كلهم، خرجوا من ليبيا، كل سفارات الدول الغربية فرت من ليبيا، وآخرها السفارة الأمريكية، لأنهم علموا أن في ليبيا أسود لا يقبلون الوصاية ولا يقبلون الولاية ولا يقبلون أن تملى عليهم إملاءات. أفسدنا عليهم مخططاتهم، بالتالي ولدوا لنا شيء اسمه الحوار. نحن لم نطلب الحوار، ثم أنه للأسف ليس حوار، هو إملاءات المخابرات الغربية والدول الاستعمارية على الشعب الليبي الذي يرونه بأنه شعب صغير يسكن في قارة غنية اسمها ليبيا. نحذرهم من المساس، ونقول للطليان بالتحديد ولرئيس وزيرة الدفاع الإيطالي التي قبل أيام قالت في مقابلة مع إحدى القنوات، قالت سأبعث إلى ليبيا جيشا مهيب، أو بمعنى آخر مدجج. نقول لها اقرأي تاريخ أجدادك وكيف لاقوا الليبيين. هل استسلمنا 20 عاما دفعناها في 1911 وسندفع الآن 40 أو 60 ولا تصل إلى ليبيا؟ نعم شيخ محمد، ولكن هناك من يقول بأن يعني ليبيا هي عضو في الأمم المتحدة، وهي دولة في هذا العالم أو هذه ضمن الدول في الأمم المتحدة، وأن من حق الأمم المتحدة التدخل العسكري في ليبيا أو الدول الأخرى لتضبط الأمور في ليبيا.
نحن لم نوقع على هذه الاتفاقيات التي تبيح لأي كان في العالم أن يتدخل عسكريا. لا توجد بيننا وبينهم اتفاقيات تسمح لهم بالتدخل العسكري. نعم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لم نطلب منهم، ثم أن الأمم المتحدة وعضويتها لا تعني، ليس معناها الأمم المتحدة وعضويتها ليس معناها أنك تتدخل في الشؤون الداخلية أو تمس بالسيادة أو تمس بالاستقلال. لقد يا سيدي تدخلوا في سيادتنا بإملائهم الحكومة الظالمة، هذه حكومة ليون كوبلر السراج، وتدخلوا في استقلالنا. أصبح استقلالنا بهذه الحكومة أصبح استقلالنا منقوص، وأصبحت سيادتنا منقوصة، وأصبحنا دولة على شفا الاستعمار، ولكن بنادقنا ما زالت على صدورنا، وأصابعنا ما زالت على الزناد، وثوارنا الذين أنا الآن أتكلم عن وجهة نظرهم رفضوا رفضا قاطعا أن يكون للاستعمار عودة جديدة، وسيكون الرد أسوأ مما يتصورون. ربما سننقل إلى بلادهم، هم هناك الصراع. نعم شيخ محمد، يعني برأيك ما هي الدول الأكثر إصرارا على التدخل العسكري في ليبيا؟ يعني هل هناك دول بعينها مصرة أكثر لتتدخل في ليبيا أو يكون لها وجود داخل ليبيا؟ سأكون معك صريحا، إيطاليا، فرنسا، هؤلاء على رأس القائمة. فرنسا اليوم تدعم، اليوم من الصباح اليوم تدعم التبو التشاديين الذين يغزون أباري ويقاتلون ثوارنا الأشاوس من الطوارق ومن معهم، يقاتلون في أباري جيشا من التبو التشادي بقيادات فرنسية. اليوم في الجنوب الليبي فرنسا تريد أن تحتل الجنوب الليبي، وإيطاليا ما زالت تحلم ببيانكي وجد دائم. نقول لها أن كوكب الزهرة أقرب إليك من هذه المناطق ومن ترهونة ومن أي بقعة في ليبيا، يحلمون بالعودة إليها إلا أن نبعثهم جثثا على مياه المتوسط. شيخ محمد، يعني ما النوايا أو ما الذي يدفع هذه الدول لكي تكون مصرة على التدخل في ليبيا وأن يكون لها باعا في ما يجري على الساحة الليبية؟ الدافع أولا أن ليبيا كان يحكمها عملاء، الحقبة التي تلت الاستقلال يحكمها عملاء، أوامرهم تأتي من بريطانيا ومن إنجلترا، من بريطانيا ومن أمريكا ومن إيطاليا. عندما انتزعنا شذوتهم وقطعنا دابرهم في ليبيا أرادوا أن يفرضوا علينا بعد 17 فبراير حكومة، لأنهم أزالوا رأس النظام أرادوا أن يدخلوا رأسا جديد فمنعناهم، بالتالي أصبحوا خائفين على مصالحهم في ليبيا، أصبحوا خائفين عليها، وهذا دافعهم، خوفهم على مصالحهم. نحن تحدثنا عبر وسائل الإعلام وعبر التظاهرات في الميادين وعبر الملتقيات أن كل الدول وكل الدول التي بيننا وبينها معاهدات ستكون محترمة ومحل احترام كل الثوار الشرفاء ومحل احترام كل الليبيين، ولن نصل إليكم. مصالحكم الاقتصادية نحترمها، المعاهدات التي بيننا وبينكم نحترمها، إلا أن تتدخلوا في سيادتنا أو في استقلالنا فهذا أمر نرده عليكم. طيب شيخ محمد، قد شاهدوه منا. نعم شيخ محمد، ابقى معنا. معي اتصال من خليفة من مرزق. أهلا بك خليفة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خليفة، نتحدث يعني وموضوع حلقتنا، التدخل العسكري في ليبيا ما حقيقته؟ والله ايش نقول لك يا شيخ، هو احتمال راهو ما نقدرش نستبعده نحن التدخل، ولو ان العالم الغربي يهدد فينا بالتدخل العسكري كتهديد، هو لو حقق مصالحه على الارض بدون تدخل فحيكون افضل، لكن نحن كشعب ليبي مفروض ما نستبعدوش التدخل، هو لو ما حققش مصالحه ربما يتدخل، يعني مفروض نحن نوحدوا كلمتنا وما نخلوش مجال للعالم الغربي انه يتدخل، لان نحن نشوفه، نحن شوفوا تدخلاته ما جابناش خير، شفناه تدخلاته في العراق وفي
وسوريا شوف كيف دخلت روسيا ودخلوا، وشوف في حتى التدخل اللي بيروح عربي واسلامي في اليمن، شوف نتائج ما هناكش نتائج. فنحن مفروض نقطع الطريق على العالم الغربي، تو هو يهدد فينا تهديد بالتدخل، لكن راهو لو ما حققش اهداف العالم الغربي وممكن يعني لا نستبعد انه يتدخل لترجيح صفه. في اعتقادك ما هي هذه الأهداف التي يريد أن يحققها العالم أو الدول الغربية، والتي إن لم تتحقق فستحققها هي بالقوة داخل ليبيا؟ ما هي هذه الأهداف في رأيك؟ الأهداف واضحة يا سيدي، الأهداف هي القضاء على ثورة 17 فبراير. العالم الغربي ما يبيش حرية حقيقية للشعب الليبي. لما قضى على الثورة بانقلاب ناعم في تونس عن طريق دعم الأزلام، ولما قضى على الثورة بانقلاب عسكري واضح في مصر، لقى أن الثورة اللي ما زالت فيها نفس هي الثورة الليبية. ما زال الثوار مسيطرين على العاصمة، ما زال العاصمة تحت الثوار، والثوار عندهم سلاح. فلو هو هدف واضح ما يبيش حرية في العالم الإسلامي. طيب حجيب لا إسلاميين أكيد. طيب خليفة وصلت الفكرة، أشكرك خليفة من مرزق، شكرا لك. نخرج الآن مشاهدينا الكرام فاصل، ومن ثم نواصل بإذن الله. مع المغردين ناصر الدويلة. الأموال التي بذلت لإفشال كل مشروع إسلامي تكفي لبناء الأمة الإسلامية من جديد، لكنهم استحبوا الكفر على الإيمان فأعمى الله بصائرهم فهم كالأنعام. أهلا بكم من جديد. الضيف الشيخ محمد البوسيفي كان معنا متصل، وهو خليفة من مرزق، وقال بأن من أهداف الغرب التدخل في ليبيا، أو من الأهداف التي تدفع الغرب للتدخل في ليبيا، هي القضاء على ثورة 17 من فبراير. كيف ترى ذلك شيخ محمد؟ نعم لك وللمشاهدين الكرام، لقد أسلفت في حديثي أنهم يريدون تنصيب عميل على ليبيا كالعملاء السابقين ومنعناهم، بالتالي هكذا يريدون أن يفتكوا ليبيا من الشرفاء. لا يريدون حرية للليبيين، ولا يريدون يعني انتقال سلمي أو طوعي للسلطة في ليبيا. يريدون عميل يسرقون من خلاله ثروات ليبيا ويتحكمون في القرار السياسي. بل كوبلر بالأمس أراد أن يتحكم حتى في القرار الاجتماعي، قداش نحط مراه في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية. هذا تدخل سافر نحن نرفضه. نحن إذا أرادوا أن يتعايشوا معنا فليأتوا إلى طاولة السلام والسلم، يأتوا إلينا يجلسوا معنا. ماذا يريد الطليان؟ ماذا يريد الإنجليز؟ ماذا يريد الأمريكان؟ ماذا يريد غيرهم من ليبيا؟ تعالوا اجلسوا معنا، تفاوضوا معنا. ما الذي هو عندكم تخافون عليه؟ تعالوا نتفق عليه. أما أن تقولوا وتهددوا بالسلاح فهذه مسألة نحن نرفضها، وترفضها كل الشعوب الحرة في العالم، وناضلت شعوب كثيرة في العالم لكي تنال استقلال حقيقي وسيادة حقيقية. نحن لا نستبعد التلويح بالقوة، ولكننا لا نخاف من ذلك ونعتبره تلويح للضغط علينا باش نقبل حكومة إسخارات حكومة المؤامرة. هذا ضغط. نحن نعرف أن إيطاليا الآن تضغط، نحن نعرف أن فرنسا تضغط لكي نحن نقبل. نحن لن نقبل إلا بما كان يتفق مع شريعتنا ومع مبادئنا وقيمنا ومع وطننا ومع أهلنا، ويحمي ثروتنا ويحمي بلادنا. أما أننا نقبل تحت الضغوط، لن نقبل شيء تحت الضغوط، وسنكون أصلب من حجارة جبالنا. سيرون منا ردة فعل لن يتصوروها. نعم شيخ محمد. شيخ محمد ابقى معنا متصل آخر، عبد الله من بنغازي. أهلا بك عبد الله. عبد الله، نتحدث عن التدخل العسكري في ليبيا، ما حقيقة هذا الأمر؟ يا سيدي الكريم تسمع فيه؟ نعم عبد الله، هل أنت في الاستماع؟ نعم تسمع فيه أنت؟
الو. نعم عبد الله، هل انت في الاستماع؟ نعم نسمع فيك، تسمع فيه انت؟ نعم عبد الله، لو ترفع الصوت قليلا. الو الو. نعم عبد الله، ما حقيقة الحديث عن التدخل العسكري في ليبيا؟ يا سيدي الكريم. نعم. تسمع فيني يا أستاذ؟ نعم نعم تفضل. يا سيدي الكريم، التدخل، نحن دولة ضعيفة ودولة ممزقة ودولة فيها مشاكل واجدة، يعني للأسف هل نحن عندنا إمكانية أن نرد الغزو اللي كان في غزو؟ والله لن يأتينا بالغزو. والدول تتكلم علينا الا هذه الخطاب الجوكام من هذا الضيف. يا اخي انت عندك قوه يا اخي، مش اطار فرنسا ولا امريكا، نبغى حكومه وطنيه تمنع التدخل. تقعد عندك داعش وعندك القاعده وعندك. طيب عبد الله، كيف السبيل الى حكومه وطنيه كما ذكرت تمنع التدخل في ليبيا؟ يا سيدي هؤلاء طلاب كراسي وحكم، لو اعطوهم من حكم لروا حتى بقواعد اجنبيه في الوطن. خلوا الدوله تمشي، جيبوا الحكومه يا اخي خلوها نجربوها نحن فتره معينه، ان كان جابت تدخل او جابت الاحتلال نحن نوقف ضدها. لكن انت قاعد لي ليش تبغى تطربنا ب 14 ونص والله بندقه كلاش؟ انا متطور يا اخي، ما عندكش قوه. هؤلاء هم اللي يجيبون الغزو ويجيبون يا اخي خلوا الناس ضاق بها الحال والناس والدوله راحت. نعم شكرا لك عبد الله من بنغازي، شكرا لك. نعود إلى الضيف الشيخ محمد البوسيفي. شيخ محمد، الضيف عبد الله أو المتصل عبد الله قال بأن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وطنية تمنع التدخل أو تمنع من التدخل العسكري، وقال أيضا بأنه اعتبره من الغباء أن يعني أن نعارض الدول الكبرى حسب وصفه يعني. بارك الله فيك. أنا نحترم رأي أخي عبد الله من بنغازي، ونقول له إذا كان من الغباء أن نعارض الدول الغربية والاستعمارية، إذا أجدادنا كانوا أغبياء وحاشا لله أن يكونوا كذلك. نعم. الدفاع عن الوطن والدفاع عن العرض والدفاع عن الدين والدفاع عن الوجود، هذه مسألة من يعني هذه مبادئ وقيم إنسانية. كيف يرضى الإنسان أن يدفع باب بيته ويدخل غريبا إلى بيته؟ هكذا إذا جاء الاستعماريون عبر البحار أو عبر الأجواء، هل نتركهم؟ أما بالنسبة لموضوع الحكومة الوطنية، نحن منذ 17 من فبراير نحن بصدد حكومات متتالية كلها من أبناء الوطن. لماذا الآن بالتحديد يطالبون منا حكومة وطنية؟ لأنها حكومة إملائية، يعني حكومة مفروضة فرض علينا، وبالتالي نحن نرفض الإملاءات والوصايا. أنا نبي نقدم نصيحة للدول الاستعمارية أو الغربية أو الدول في جنوب البحر المتوسط أو في بريطانيا أو في أمريكا، ننصحهم جميع إذا نقول لهم إذا كان أنتم قررتوا التدخل العسكري في ليبيا، فاعلموا أن جميع الفوهات البنادق والمدافع ستوجه إليكم. حتى المتنازعين اليوم في بنغازي وفي أباري وفي الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب سيوجهون بنادقهم إليكم، لأن توحدهم هذه المسألة. نعم شيخ محمد، ستوحدهم مسألة التدخل الأجنبي. نعم شيخ محمد، يعني ابقى معنا، نستقبل اتصال من سالم من الزاوية. أهلا بك سالم. نعم سالم، هل أنت في الاستماع؟ نعم يبدو أن الاتصال انقطع مع سالم. نعود إلى ضيفنا الشيخ محمد البوسيفي. شيخ محمد، يعني تحدثنا عن الدول، أو أنت تحدثت يعني عن الدول الأكثر إصرارا على التدخل العسكري في ليبيا، هل هناك دول أو قوى معينة تخشى الوقوع في هذا الأمر أو التدخل في ليبيا؟ الكرام، بالتأكيد القطع أن العالم يوجد فيه من هم عقلاء ومن هم أكثر تعقلا ومن هم متهورون. حتى الاتحاد الأوروبي والنيتو والقوى الدولية فيها من يرى
بمصلحته وبعواطفه، وفيها من يرى بعقله، وفيها من يضطر إلى التدخل. يعني هذه مسألة مرت علينا في تجربة أفغانستان، ومرت علينا في تجربة العراق، ومرت علينا في تجربة الصومال واليمن. الأمم المتحدة هذا جسم جعل لاختراق سيادة واستقلال الدول، ولإدخالها في نزاعات لا أول لها ولا آخر. هذه الدول التي عندها نهم وعندها شراهة للتدخل، هذه دول تحاول أن تستعيد أمجادها القديمة. وهناك دول أخرى ترى أن التعامل بالطرق الدبلوماسية أفضل. نحن طالبناهم الجميع، جميع دول العالم، نحن طالبناهم ونطالبهم حتى الآن، تعالوا معنا إلى طاولة، ولتكن سكرت، ولتكن طاولة سرية، تعالوا نسمعكم، ما الذي تريدونه منا؟ لماذا أنتم تدعمون يعني هذا الرجل الهرم حفتر ويحارب بني غازي؟ لماذا أنتم تدعمون التبوتشاديين وتدخلونهم في ليبيا ويحاربون أباري والكفرة؟ لماذا أنتم تتدخلون في الوطية؟ لماذا أنتم تدعموا بالسلاح وبالمال الفاسد وبالإعلام الفاسد الخونة والمارقين والخارجين والعملاء؟ تعالوا نتحدث معكم، من هي من الدول، إيطاليا أو فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، من منكم تقدم إلينا إلى المؤتمر الوطني العام أو إلى حكومة الإنقاذ ونحن رديناه؟ تعالوا اجلسوا مع حكومة الإنقاذ ومع المؤتمر الوطني، ولن تجدوا إلا عقلا يتصرف، وستجدوننا جيرانا نستحق احترام الجوار. نعم شيخ محمد، هناك من يقول بأنكم روجتم للتدخل الناتو في 2011، لماذا تمانعون الآن من تدخل أجنبي في ليبيا؟ هناك من يعتبر تدخل الناتو هو تدخل عسكري أجنبي في شأن الليبي. نحن نرفض رفضا قطعيا كاملا، ونعتبر أن هذه كذبة، هذه كذبة 2011 الدولية. نحن الثوار الشرفاء لم نطالب الناتو بالتدخل ولم نتعاون معه. القصة كالآتي: الثورة المضادة خرجت مع الثوار الشرفاء منذ البداية واحتلت المناصب، وهي التي تواصلت مع الناتو، وهذه مؤامرة على ليبيا لإزالة رأس النظام، لأنهم هم يبوا يزيلوا رأس النظام ليأتوا برأس آخر، بدليل أن يوم 23/10 أعلنوا تحرير ليبيا بموت الطاغية. هذا نعم أمر محمد. قطعي. نعم شيخ محمد، ابقى معنا. معي الآن متصل وهو شعبان من رجدالين. أهلا بك شعبان. نعم شعبان، نتكلم عن التدخل العسكري في ليبيا، ما حقيقة هذا الأمر؟ والله يا أستاذ لو بنقعد بالتاريخ هذه مش التدخل، العالم هو حاليا ليبيا مغتصبة من جميع الجنسيات موجودة، استخبارات في جميع الجواسيس في ليبيا، في جميع الدواعش، عطوها جاي منكم ما بدي قاعد عليه. لكن بصراحه صدمه يا استاذ اللي خلى ليبيا الواصل للمرحله هذه، اللي موجودين في ساحه الشهداء تو واقفين ضد الشعب، واقفين يتكلموا باسم الشعب مش لان الشعب. لماذا برايك يا شعبان، لماذا برايك انهم هم سبب ما فيه ليبيا يعني؟ لان هم تشوف فيهم في كل يوم جمعه شادين ساجدين شعارهم الذي رفعوه كثيرا ضد التدخل العسكري في ليبيا، وأيضا يدعمون الحوار والحوار الليبي. لماذا تعتبرهم سبب المشاكل في ليبيا؟ هم اللي يخلين ليبيا للخلف توا، هم يتحقوا المسؤولية، هم الموت والمنتي والبرلمان انتهى توا، هم يتحملوا المسؤولية. طيب ما الحل في رأيك شعبان باختصار؟ يعني واحد شوف الشعب الليبي ما وين وصل فيه، وين وصل للدرجه هذه، اجرتهم هم توا، اجرتهم هم. نعم. هم يتحملوا المسؤوليه. شكرا لك. الشعب يحاكمهم الناس هذا. شكرا لك شعبان من رجدالين، اشكرك، عبرت عن رايك. مشاهدينا الاعزاء، نخرج الى فاصل ومن ثم نواصل. يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك.com/تناصح.
tv أو على twitter.com/tanasah tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح tv. أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى ضيفنا الشيخ محمد البوسيفي. شيخ محمد، استمعنا إلى شعبان من رجدالين وتكلم بأنه يعتبر ربما مؤيدي الثورة والمتظاهرين الموجودين في ميدان الشهداء هم سبب في المشكلة التي فيها ليبيا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصره بحقيقة الواقع الليبي حتى يصف في صف الوطن. نعم. ما قاله أخي شعبان يدل على أنه مغيب عن واقع الدولة الليبية. أنا قبل قليل سألتني عن الناتو، الناتو جاء ليغير نظام رأس النظام بقوة السلاح. نحن لم ننادي هذا الناتو ولم نتعاون معه ولم نكن شركاء في هذه اللعبة الأممية، بدليل أنهم في 23/10 أعلنوا أن النظام انتهى أن النظام سقط، لأنهم كانوا يبحثون عن سقوط رأس النظام فقط، لأنهم يريدون أن يضعوا أو مجهزين عملاء تانيين بيحطوهم في مكان العميل الأول. وعندما جئنا بقانون العزل السياسي وبفجر ليبيا أفسدنا عليهم مخططاتهم. بالتالي نحن الثوار الشرفاء في ليبيا، الوطنيين الخلص، كل من معنا، نحن نرفض أن تلصق بنا تهمة التدخل الأممي أو دخول الناتو إلى بلادنا. أما أخي شعبان نعذره لأنه ربما لا يتابع في حقائق المشهد، ربما هو غائب من منطلق أننا نحن غيرنا شيء هو كان يهواه. نحن غيرنا شيء لصالح ديننا ولصالح أمتنا ولصالح أهلنا ولصالح ثرواتنا. أين ثروة الشعب الليبي طيلة 40 سنة؟ يعني مئات المليارات نزالت موزعة في العالم، وهذه الحكومة حكومة السراج التي هم الآن يعني يناصرونها وبقوة، لأنها ستمتلك التوقيع على صرف المليارات الموجودة الآن في مصارف العالم، وبعد ذلك ستفلس ليبيا ويدخلونها تحت المصرف الدولي ويقولون عنها دولة فاشلة ودولة مفلسة. نحن نحذر كل ليبي أن يصم آذانا يا إخواننا في ليبيا جميعا، كلكم، كل مناهجكم، كل مشاربكم، كل توجهاتكم، أرجوكم انظروا إلى الوطن، انظروا إلى الدين، انظروا إلى أعراضكم التي يريد أن يدنسها هذا الغازي الذي يعد عدته. هناك أساطيل هي أمام شواطئ ليبيا تريد في أي لحظة أن تنقض عليكم لتفرض عليكم حكومة مثل ما فرضتها في ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا. نحن نبحث في ميدان الشهداء ونجاهد نحن ومن معنا لكي نحافظ على أقل قدر ممكن من سيادتنا ومن استقلالنا اللي هي سيادتكم واستقلالكم في رجدالين وفي الجميل وفي زوارة. نعم، وفي الزاوية وفي صرمان وفي كل بقعة. نعم نعم. برأيك ما مدى إمكانية نجاح الحل العسكري في ليبيا في حال حدوثه لإنهاء الخلاف الحاصل الآن؟ الحل العسكري لا يمكن أن ينجح في أي بقعة فيها أحرار وفيها شرفاء. الحل العسكري في ليبيا فاشل قطعا، وأنا أنصح كل الدول التي تفكر في التدخل الأجنبي أن تمتنع عن ذلك، لأن كل البنادق، نحن عندنا أسلحة موزعة في كل رقعة في ليبيا، سيتوجه الجميع، 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 أكررها، في كل بقعة من ليبيا سيتوجهون باتجاه المحتل الغازي، وسيأكل هذا المحتل الغازي صفعة قوية لن ينساها لقرون قادمة. ننصحهم بألا يلجوا إلى التدخل العسكري. إذا كانوا حقا يبحثون عن حل المشكل الليبي فليأتوا للجلوس مع المؤتمر الوطني العام وشرفائه، ومع الحكومة وشرفائها، ومع رجالنا الصادقين من ثوارنا. تعالوا نجلس، إذا كنتم يا أوروبيين ويا أمم متحدة، إذا كنتم حق تبحثون لنا عن حل. أما ما نعلمه عنكم أنكم لستم أصحاب حقيقة. نعلم ماذا فعلتم في البوسنة، نعلم ماذا فعلتم في العراق،
نعلم ماذا فعلتم في الصومال، نعلم ماذا أنتم تبحثون. هذه مسائل أصبحت عريانة مفضوحة، الكيل بعشرة مكاييل في الأمم المتحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نعم، ولكن هناك من يقول بأن الأجنبي جاء وجلس مع الليبيين على طاولة الحوار، ولكن الليبيون هم من يعرقلون هذا المسار للحل السياسي. أولا نريد أن نوضح، الذي رفضه الليبيون جميعا واجتمعوا عليه هو حقيقة ما جاء به هذا الأجنبي، وهو الوصاية على الليبيين، الولاية على الليبيين، التدخل والإملاءات. الجميع رفض الكلام هذا. اقرأوا صفحة الشعب الليبي، الصفحة هذه كلها قالت بكل شرائحها وبكل مناهجها وبكل توجهاتها وبكل، حتى المتنازعين اتفقوا على أن الوصاية والولاية والتدخل والإملاءات مرفوضة، والاستعمار والتدخل العسكري معها أيضا مرفوض. هذا اتفق عليه كل. لو قدم لنا الغرب حقائق وحلول حقيقية من غير الإملاءات والتدخل ومن غير الوصاية لقبلنا بذلك ولاحترمنا هذا المبعوث، ولكن هؤلاء جميعا آخرهم كوبلر، آخرهم السيد باولو سيرا، يعني جاي يبي يعيد أمجاد أجداده، يبي يعيد أمجاد جريسياني، يبي يعيد أمجاد الفاشية في ليبيا. ما الذي قدمه لنا الغرب؟ قدموا لنا الفخاخ والمطبات. لقد أجلس هذا الرجل اليون، لقد أجلس الليبيين في الصخيرات لأكثر من سنة، لم يقابلهم لبعضهم في الحوار أبدا، بل هو الذي صنع المسودات، وهو الذي يصنع الآراء، وهو الذي يصنع التعديلات، إلى أن خرجت فاشلة. وبالتالي لم يقدم لنا الأجنبي إلا الفخاخ والمطبات، ويؤيدون في الداخل الفساد المالي والفساد الإداري، ويدعمون للأسف الشديد حتى الخارجين عن العقل والمنطق والشرع والقانون، الذين يفجرون في الأسواق وفي المدن وفي الطرقات. نعم، ما الذي قدمه لنا الأجنبي؟ نعم شيخ محمد، في حال لو حدث هذا التدخل العسكري، كيف ترى أن الوضع سيكون سواء كان داخل ليبيا أو حتى في الخارج؟ كيف سيكون الحال لو حدث هذا التدخل العسكري؟ أنا عجبني رد السيد نوري بوسهمين والسيد خليفة الغويل عندما خاطبوا كوبلر وسيرا وباولو سيرا، قالوا له إذا أردت أن تأتي بما فعل أجدادك الفاشيين فسنأتي نحن بشرف ما فعله أجدادنا المجاهدين. ما الذي سيحدث؟ ستحدث مقاومة شعبية عارمة من الليبيين جميعا من كل أطيافهم، يردون نعم. هذا الغازي على أعقابه بعون طيب. الله سبحانه وتعالى. أما نعم. خارج ليبيا فالمسألة أمر ثاني، تربطها مصالح اقتصادية ومصالح سياسية. نحن هذه المصالح قلنا تعالوا، نحن قلنا تعالوا يا غرب اجلسوا معنا، ما الذي تريدونه من ليبيا؟ ما الذي تريدونه من حكومة الإنقاذ ومن المؤتمر الوطني ومن الثوار؟ نحن مرنين، نحن يعني طرحنا أمامهم البساط، تعالوا، لكن لا تبعث. طيب شيخ محمد ابقى تعال معي. وزير الخارجية تعال مكلف. نعم، عذرا على المقاطعة، معنا أسامة من شحات، أهلا بك أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسامة، نتحدث عن التدخل العسكري في ليبيا، ما حقيقة هذا الأمر وما جدواه إن كان فعلا سيحدث؟ والله من وجهة نظري بهذا الأمر أن التدخل هذا يلوحون به كنوع من أنواع جث النبض. جث النبض هم هذه العادة دائما يديروا فيها مع جميع الدول، جث النبض يبثها لك في مجلات، يبثها لك في صحف، يصرح وزير عرفت يطلع وزير آخر يلغي التصريح الأول، يقول لا نحن لا ننوي التدخل كذا، يجس نبض العالم، يشوفوا جسد النبض هذا إذا كان في قبول للأمر، وإذا كان عندهم أذناب وعندهم ذيول داخل هذه الدولة، وهذا الأمر واضح أن عندهم ذيول وعندهم أذناب، يقولون تعالوا تدخلوا أنقذونا من الإرهاب، أنقذونا من كذا. هذا المصطلح الذي يرددونه دائما ولا يعرفونه، لماذا؟ لأنهم يريدون القضاء
على تيار الإسلام المعتدل، وهذا هو هذا هو اللي يبوهم. فكان تدخلوا بإذن الله عز وجل، كان تدخلوا هناك رجال كما صمدوا قبلهم على القذافي وكما صمدوا قبلهم على الطليان سابقا سيصمدون عليهم بإذن الله عز وجل. نعم، أحد المتصلين يا أسامة تكلم بأنه من الغباء مواجهة الدول الكبرى أو ما اعتبرها دولا كبرى، كيف ترى هذا الأمر؟ والله من وجهة نظري هذه نظرة ذليلة، نظرة دونية، نظرة لو نظرها عمر المختار لما حصلنا على الاستقلال، لو قال هم دول كبرى وقال لا لا ندير لهم شيء وكذا ونخافوا ونمشوا صلح وكذا. احنا في البداية بش ما يقول شنو، ما يقولوش نحن نبوا الإرهاب ولا نبوا القتال، نحن لا ننوي مواجهة أحد، لكن تجيني لعندي وتفرض علي حكومة نفس ما دار برايمر في العراق وتتكرر لي سيناريو العراق في ليبيا. نعم شكرا لك. أبدا لن يحصل. شكرا أسامة من شحات. ننتقل إلى مرعي من مصراتة، أهلا بك مرعي. نعم يبدو أن الاتصال انقطع، نعود إلى ضيفنا الشيخ محمد البوسيفي. شيخ محمد، قال أسامة من شحات تكلم بأن هذا الأمر يستخدم أو يلوح به إنما للتهديد، تهديد الليبيين الذين رفضوا ما يجري أو ما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة والمبادرة التي تقدم بها. نحيي أخي أسامة من شحات، نحيي كل الشرفاء. هذه هي النظرة الحقيقية لكل الشرفاء ولكل الأحرار. نعم. في ليبيا المخلصين هذه نظرتهم، لن يستسلموا، لن يروا الدول الكبرى بعبع ولا غول يخافوا منا، لا نحن لا نخاف، مثل ما ربط أجدادنا ركابهم في الكفرة وقالوا الجنة جت الدنة، نحن سنربطها على سواحل المتوسط، ولن بعون الله ولن يدخل ليبيا غاز ونحن ما زال فينا عرق ينبض. التلويح بالقوة وشماعة مكافحة الإرهاب، هذه شماعة أرادوا أن يتدخلوا بها، حتى شماعة الدواعش أرادوا أن يتدخلوا بها، صنعوا الحدث وأرادوا أن يستفيدوا منا. نحن ما زلنا على مبادئنا وما زلنا على ما خرج عليه أجدادنا. أجدادنا خرجوا بطونهم فارغة، أجدادنا خرجوا ظهورهم عارية، أجدادنا خرجوا عتادهم من العدو، يعتدون بنادقهم في كل عملية، يفتكوا في الذخيرة بقوة الجسم واليد والفأس والحجارة. وليس انقطع الاتصال، انقطع. نعم. الاتصال. نعم شيخ محمد، هل أنت في الاستماع شيخ محمد؟ نعم شيخ محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم، ننتقل إلى محمد من صبراتة، أهلا بك محمد. مرحبا. مرحبا أخي، مرحبا. نعم أهلا بك محمد. ما حقيقة التلويح بالتدخل العسكري في ليبيا؟ هل هو أمر حقيقي وما جدوى هذا الأمر في حال حصوله؟ يا أخي أنا أقول لك التلويح هذا ما هو إلا استعملوه كعصا غليظة ليتحرك المرجفون داخل ليبيا، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا لن يفت في عظمنا. نحن لا نطالب بشيء خارج القانون، ونحن لا نطالب بشيء خارج العقول، نحن نطالب بحقنا في الوجود. يا بشر انتم يا غرب انتم تدعوا في الديمقراطية، دعونا دعونا نجرب، نحن دعونا نجرب يا اخي. كيف انت حاجتين يا زي ما يقول المثل الليبي يا رومي يا نكسر كمك، هذا لا ابدا حكومة وسائل لن نرضى بها. ان هذا التلويح اللي يستعمل فيه هؤلاء الخبثاء لعنهم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بإذن الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لن يفت يا أخي في حظنا هذا التلويح، وبإذن الله لن يحصل، لأنهم يعرفوا جيدا ماذا تورط في الوحل في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا الآن. أنا متأكد كل تأكيد أن الرجال الذين
دحروا الطليان ودحروا الطاغوت القذافي، والان باذن الله سبحانه وتعالى انا اتكلم فيك احد الثوار، والله باذن الله باذن الله يا اما ان تحكم الشريعه في ليبيا وناخذ حقنا حقنا المحمود كما تاخذه الدول الحره. نعم محمد. يا اما ان نموت واقفين كما تموت الاشجار يا اخي. نعم محمد. هناك ايضا من يتحدث ويبرر هذا الامر بان بعض المناطق في ليبيا يسيطر عليها ما يعرف بداعش، وان الليبيون لم يستطيعوا ربما تحرير هذه المناطق او اخراج هذا التنظيم، كيف ترى ذلك؟ والله يا اخي احنا اول مدينه مدينه مصابه بالاشاعات ومصبوبه على الاشاعات صبان. نحن في صبراتة، انا نتكلم فيكم من صبراتة، انا محمد الدباشي، انا بالنسبة للإشاعات اللي نسمع فيها الان يا اخي واللي تدور حول صبراتة، هذا المعهد الان اللي يدرب افراد الشرطة هم ابنائنا السن السابعة عشر والسادسة عشر، الان يتدربون تدريب الشرطة بوجود المديرية الشرطة وجود يعني ثوار ومدربين من صرمان ومدربين من طرابلس ومن الزاوية، الان بامكانهم احنا نقول لهم تعالوا شوفوا صبراتة، هل في صبراتة دواعش ولا لا؟ شوفوا تعالوا بالدهر، شوفوا في العشية، شوفوا المحلات في صبراتة، بالله عليك اني الساعة 2 الساعة 3 في الليل، انا نمسك البوابات يا اخي الساعة 2 في الليل تمر علينا مرأة تسوق بصغارها، هل وصلت الفكرة محمد؟ شكرا لك. لا مقصود الداء هذا مقصود للتدخل. شكرا لك محمد من صبراتة، وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الشيخ محمد البوسيفي وهو عضو تجمع ميادين الثورة، كما أشكركم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل المصاحب، دمتم في أمان الله.